مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى عدد جديد من برنامج خاص. ضيفنا اليوم او بالاحرى ضيفتنا اليوم وعلى غير العاده دكتوره جزائريه حفيدة الامير عبد القادر وكريمه عالم رياضيات يوصف بانه ابو الرياضيات في الجزائر. معروف عنها آرائها ومواقفها المثيرة للجدل مثلما هو الحال ايضا مع مسارها وقصة حياتها. تحاضر بكبرى الملتقيات والجامعات. ولكتابتها نصيب دائم من النقاش والمتابعه والتعليق فنتعرف عليها من خلال هذا البورتري التقديمي ثم نعود والدي هو من صنعني زرع في الاعتزاز بالهويه الجزائريه والانتماء الى هذا الوطن هذا ما تصدح بقوله حفيده مؤسس الدوله الجزائريه الامير عبد القادر وكريمة أبو الرياضيات في الجزائر هي الدكتورة والكاتبة المتخصصة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية التي شاء القدر أن يقترن اسمها برئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يوسف القرضوي كحرام له وأن تلاحقها لعنة جراح لم تنتمل بتوصيفها طلقة لهذا العالم هي الجريئة التي خطفت الأضواء وهي دون العشرين بعقلها الراجح الذي أذهل العلماء وفقها الدين سنة 84 من منبر كشف عن سجيه وسريره اسماء بنقاده التي تركت بصمتها وطنيا ودوليا من باحث اعتبرت لجنه مناقشه الدكتوراه اطروحتها مدرسه واضافه استثنائيه لكليه العلوم السياسيه ومنحتها اعلى درجه يمكن ان تمنحها الجامعه الجزائريه مرفوقه بتهنئه اللجنه التي لا تمنح الا نادرا جدا وكانت ايضا عضوا نشط في مركز الدراسات الاستراتيجيه في ابو ظبي علاوه على كونها عملت على مدار عقد من الزمن في قناه الجزيره الفضائيه محطه من حياتها شغلت الراي العام العالمي واصبح اسمها يذكر على كبريات الجرائد والمواقع الالكترونيه وحتى الفضائيات بعد خروج الشيخ القرضاوي عن المألوف وكشفه عبر مذكراته في الجزء الرابع عن مشاعره تجاه أسماء بن قادة وما خلفته من موجة غضب وسط عائلته التي استهجنت اعترافه بالصعوبات التي واجهها عندما قرر أن يرتبط بطالبة جزائرية متفتحة على جميع الثقافات لكنه يكبرها بعقود واضطر إلى الاستعانة بشخصية وطنية في الجزائر ليحظى بموافقة والدها الذي تنبأ بأن ارتباطها بالشيخ القرضاوي مدمر عادت إلى أرض الوطن كالنورس الذي لا ينكسر ودخلت مبنى زيغوت يوسف كبرلمانية ولا تزال تصدح بمواقفها من منبره ومن صفحات كبرى الجرائد الوطنية والدولية إذا مشاهدينا الكرام كما تابعنا في تقرير ضيفتي اليوم هي الدكتورة أسماء بن قادة النائب عن جبهة التحرير الوطني مرحبا بك دكتورة أهلا وسهلا شكرا لك على تلبية دعوة قناة البلاد خلي نبدأ من يوميات الدكتورة أسماء بن قادة في الجزائر بعد حياة طويلة في الهجرة في قطر وفي الخليج الآن أنت منذ سنة 2012 مستقره في الجزائر ونائبه عن جبهه التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني ويعني عندك نشاط وعندك يوميات ماذا بينا لو تنوري المشاهد الجزائري بنشاط الدكتوره اسماء بن قاده وايضا برؤيتك للوضع في الجزائر شكرا على هذا السؤال الهادف والهام وبالنسبه ليومياتي يعني الانتقال من التعليم والبحث العلمي والعمل الاعلامي والأسفار في يعني مؤتمرات وفعاليات مختلفه في الخارج الى العمل في الهيئه التشريعيه العليا يجسد يعني نوع من الاثراء المتبادل. بين ما كان في السابق على مستوى التراكم المعرفي والخبرة وبين العمل في الهيئة التشريعية العليا للدولة على مستوى الهيئة التشريعية تعرف بأنه العمل يتضمن التشريع، يتضمن المصادقه والدراسه والمناقشه على برامج الحكومه، يتضمن ايضا مبادرات يقوم بها النواب، يتقدمون بها الى المجلس، يتضمن التحقيق ولجان التحقيق، يتضمن ايضا الاسئله الشفويه، كل هذه المسائل تحتاج الى رصيد، تحتاج الى خلفيه فكريه، تحتاج الى خبره، فنحن على مستوى العمل في البرلمان نوظف كل هذه الخبرة السابقة وكل هذا التراكم المعرفي الذي حصل لدينا في القيام بهذه المهام إذا هو الاستثمار دائما في رأس المال الفكري وهذه المرحلة جاءت مناسبة تماما بالنسبة إلي لأن العالم كله يعيش مرحلة انتقالية هناك تحول في مفهوم السياسة هناك تحول في مفهوم العمل السياسي هناك تحول في مفهوم النضال وكله يقوم على ثورة معرفية يعيشها العالم أجمع فهذا الانتقال من النظر إلى العمل خطوة مهمة جدا من منطلق هذا الاستثمار الذي تحدثت عنه انت الان دكتوره اسماء تمثلين العنصر النسوي في البرلمان الجزائري يعني جزء من العنصر النسوي ودائما احنا نسمع في الاعلام كاين هناك طعن في يعني مستوى النائبات كاين يقولوا هذا برلمان يعني عذرا على التعبير برلمان الحفافات كاين اللي يقولوا مستوى يعني هابطه في البرلمان انت طبعا دكتوره وعندك مسار علمي راقي جدا هذا يعني مفرق منه لكن هل يعني المستوى اللي عندك وهل يعني قدرت تتعيشي في البرلمان مجلس الشعب الوطني الجزائري يعني وصف البرلمان او الكتلة النسائية الحرجة في البرلمان بهذه الصفة يعني يجانب الحقيقة والصواب، لماذا؟ لأنه نسبة عالية جدا من النساء النواب العضوات في البرلمان يعني عندهم تخصصات مختلفة ومتنوعة من الطبيبة إلى المحامية إلى الدكتورة في الجامعة إلى الإطارات السامية العليا في الدولة إلى آخره يعني هذه في الحقيقة مقولة واهية يعني كاين افتراء على نعم هذا هذا نوع من الافتراء على عضوات البرلمان هذا غير صحيح فيوجد تخصصات مختلفة يوجد خبرات مختلفة ومتنوعة ويوجد إطارات أيضا كل كل واحدة جاءت من موقع معين هذا غير صحيح ولو المتابع لكل المناقشات التي تجري على مستوى المجلس ومشاركات النساء يعتبر بان هذه المرحله هي فعلا قفزه نوعيه خصوصا بمشاركه المراه وبهذا الثراء على مستوى التخصصات هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقه في تعديل الدستور سنه 2008 كان من اهم يعني بنود هذا التعديل بالاضافه طبعا لفتح العهدات هو ترقيه المشاركه السياسيه للمراه الجزائريه والان نحن يعني الشارع الجزائري يعيش على جدل دور المراه في المجتمع، دور المراه في السياسه، هناك يعني قانون عقوبات جديد يتحدث عن تغليظ يعني العقوبات في حق الرجل الذي يعتدي على زوجته جسديا او لفظيا هناك حديث عن تعديل لقانون الاسره وهذا قال الرئيس بوتفليقه سيد اسماء بن قاده بصفتك يعني ناشطه نسائيه ان صح التعبير وبصفتك نائب في البرلمان كيف تشوفي كل هذا الحراك النسائي لحماية المرأة الجزائرية لترقية مشاركتها في الحياة الاجتماعية والحياة السياسية لكن هذا أيضا يطرح الكثير من التخوفات والكثير من الجدل اللي يقول أن كل هذه الإجراءات بعيدة عن الشريعة الإسلامية كل هذه الإجراءات تستهدف يعني المساس بهوية الشعب الجزائري كيف تشوفي لهذا الحراك إن صحت؟ أستطيع أن أقول لك من منطلق عمل طويل تجاه البحث العلمي واتجاه النضال واتجاه النشاط في هذا المجال على مستوى الإعلام على مستوى الكتابة في الصحف اليومية على مستوى ما ألفت من كتب على مستوى الندوات التي شاركت فيها وعلى رأسها اليونسكو في ثلاث ندوات خاصة باليونسكو في العالم وأيضا على مستوى دافوس وأستطيع أن أقول لك بأن هذا القانون هو فخر قانون العقوبات اللي. نعم قانون العقوبات أن هو فخر وسبق للجزائر لا بد للمجتمع الجزائري ككل النساء ورجالا وأسرا أن يفتخروا بهذا القانون لأنه يمثل سبقا قويا متناغم تماما مع الشريعة الإسلامية، متناغم تماما مع هوية الشعب الجزائري، متناغم تماما مع كل مراحل التحرر والنضال والعزة والكرامة التي لكن... يعتبر كل جزائري متشبع بها ولا يمكن أن يعيش منطقة فراغ فيما يخصها لكن الأحزاب الإسلامية يعني في الممثلة في البرلمان هاجمت هذا القانون قانون العقوبة الجديد وقالت هو قانون يمس بالشريعة الإسلامية واللي هي مصدر من مصادر التشريع وهي هوية الشعب الجزائري وانت يعني يا دكتورة أسماء معروف أنه عندك الكثير من الأفكار الإسلامية وتدافعين عن الإسلام لكن في نفس الوقت كنت مع هذا القانون وكتبتي مقال انا قريته في جريده الخبر قلتي قانون العقوبات الجديد تقدم نحو الاسلام في العنوان فعلا هو المقال الصادر اليوم في جريده الخبر قانون العقوبات تقدم نحو الاسلام اعتبره تقدم نحو الاسلام لاسباب كثيره جدا يعني وهي نابعه من الواقع المباشر والخلفية التي تستند إليها هي نصوص من القرآن الكريم وأحاديث صحيحة من السنة النبوية نحن نعرف بأن علاقة الزواج في الإسلام هي علاقة هي عبارة عن ميثاق غليظ يستند إلى معاني عميقة وقوية من التلابس من التناغم من المودة والسكينة والرحمة ويعني الرجل يسكن إلى المرأة كيف يمكن للرجل أن يسكن إلى المرأة وفق هذه المفاهيم والمعاني ثم يعنفها هذا واضح أنا نتحدث على يعني هجوم النواب الإسلاميين في يعني زملائك في البرلمان على هذا القانون يعني هم اعتبروه أنه قانون ينافي الشريعة الإسلامية كيف تردي على هذا ال... من أي منطلق يعني نصوص القرآن الكريم عديدة وعاشروهن بالمعروف ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كيف, قالوا أنه كيف يجلد أحدكم امرأته جلد العبد لا هذا متفقين عليه جه يعني هناك الكثير من النصوص التي يستند إليها هذا القانون وإذا هناك من قطع التصويت على القانون وإذا هناك من غاب عن الجلسة ثم راح لا ما رفضوه ما رفضوا القانون يعني رفضوه جملة وتفصيلا وقالوا أنه قانون يدمر الأسرة الجزائرية لأنه يستسهل اللجوء الى العداله واخراج هذه العلاقه الزوجيه الى يعني احنا نعرف ان الزوجه ترفع دعوه بزوجها هذا يعني يعني بحكم النهائي انه خلاص يعني مشين الطلاق وتدمير العائله والنواب هذو قالوا كان من ممكن احنا عندنا يعني تقاليد جزائريه عريقه انه كاين الوساطه وكاين الحل العائلي قال لي ماذا نستسهل الوساطه ليست بتقاليد او عرف الوساطه هي نص قرآني يعني في كتاب الله ولكن هل يمكن على مستوى قانون العقوبات أن نترك منطقة فراغ بالنسبة لما لمن يرتكب مثل هذه الأفعال يعني نحن مجتمع يتكون من أفراد رجال ونساء إذا قام أحدهم بتعنيف زوجته عن طريق ضرب الضرب, أو عن طريق يعاقب عليها القانون كما كان العنف اللفظي والمعنوي هل يمكن ترك هذه المساحه فارغه يعني لا يعاقب عليها يستطيع ان يفعل بزوجته ما يشاء ودون عقاب بينما النصوص القرانيه تؤكد على نعم. انه يا ولا أستاذ. هن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني ما للرجل ينطبق تماما على المراه وعاشرهن بالمعروف اذا لم يعاشر الزوج زوجته بالمعروف ما الذي يحصل مرة واثنين وثلاثة تعاني المرأة من التعنيف وتعاني من الظلم وتعاني من يعني الاضطهاد وتعاني من عقوبات غير قائمة على أساس ما العمل إذا لم يكن هناك حماية وردة لهذه المرأة لكن كان هناك لا مبالغه لا نشوفوا يعني 20 سنه حبس و15 سنه سجن يعني عقوبات كبيره جدا هناك نساء يعني حصلت لهن عاهات يعني لكن هذا كان يعاقب عليه القانون يعني هذا هذا كان يعاقب المراه تصبح المراه معوقه تصبح غير قادره على مباشره اعمالها اليوميه يعني ما ما هي العقوبه التي من المفترض ان ينالها الرجل في مثل هذه الحاله هل لأنها هل لانها امراه تخفف العقوبه لكن يعني كان هناك عقوبات يعني في القانون اي واحد يتعرض واحد القانون يحمي يحمي الضحيه طبعا انا نتحدث على اضافه يعني هذه المواد الخاصه بالنساء وتشديد العقوبات وتغليظها بشكل كبير حتى اصبحنا نشوف الشباب الكثير من الشباب في صفحات الفيسبوك يعني يتندرون يقولوا العزوبيه ولا سركاجي يعني نبقى اعزب ولا انه ممكن نقول كلمه خاطئه لزوجتي في لحظه غضب فنعشي في الحبس ولا نعشي في مشاكل كبيره بينما كان يمكن حل هذه المشاكل بطرق بطرق يعني وديه وبطرق يعني اكثر يعني تحفظ الاسره الجزائريه تعرف منطقه الفراغ هذه لما تستمر قرون طويله من عهود التخلف والانحطاط و... آه، لابد ان تخلف انت في مقالك كتبتي قلتي الاستبداد الذكوري يعني واش تقصدي بالاستبداد الذكوري قلتي وهذا يعني منذ قرون كاين هناك في الفكر يعني الاسلامي في المجتمع الاسلامي هناك استبداد ذكوري وهذا ممكن دعوه لاصلاح معين من وجهه نظر الاستاذ اسماء بنقاد طبعا انا عندما بدات قلت لك بانه الزواج هو ميثاق غليظ يعني يقوم على معاني واضحة تماما بينما على مستوى الفقه الذكوري الوضعي بوزيتيفيست يعني حتى لا أقول الفقه الشرعي لأني إذا قلت الفقه الشرعي معنى ذلك أن الفقه الإسلامي وهذا غير صحيح الإسلام منزه عن كثير من الفتاوى عن كثير من الأحكام يعني قبل قرون ليست بعيدة حتى قبل قرن ونصف كانت المرأة ممنوعة وفق قاعدة سد الذريعة التي وضعها الفقهاء من الذهاب إلى المدرسة، وممنوعة من المسجد، ومن وممنوعة من مباشرة الأنشطة اليومية العادية التي كان من المفترض أن تباشرها مثلها مثل الرجل يعني كان المطلوب من المرأة أن تتوارى عن الفضاء العام نتيجة فتاوى وأحكام استنبطها الفقهاء على غير الوجه الصحيح للشرع. إذا يعتبر في هذه الحالة فكر ذكوري وهناك من كان يشترط حتى لا تسهم المرأة في الفتاوى يضع الذكورة شرطا من شروط صناعة الفتوى فعندما نلاحظ اليوم بعض الفتاوى الخاصة بزواج المسيار بالزواج بنيه الطلاق بزواج فرند بالزواج العرفي بزواج السياحه يقول ب... يعني زواج لا يحمي حقوق المراه يقول بها فقهاء يعني لهم اعتبارهم في المجال الديني ماذا يمكن ان نقول عن هذه الاشياء غير انها فقه ذكوري لا يملك او يعجز عن القيام بقراءه مقاصديه للنصوص الشرعيه من اجل ان من اجل تحقيق مبدا الزوجيه في القران الكريم يعني بالنسبه لقانون العقوبات الكثير من الذين عرضوه قالوا بانه هذا جاء بسبب ضغوط دوليه الى اخره يعني حتى بالنسبه لهذه القراءه يمكن أن نقول بأن الحكمة ضالة المؤمن يعني, يعني أينما وجدها فهو وجدها أحرابي. فهو أحق بها بامكانه ان ياخذها من الصين ومن امريكا ومن اوروبا ومن اي لكن مكان لكن نحن نختلف يعني المجتمع يعني المجتمع ليس الجل... معنا هذا نحن ليس يعني. معنى هذا ان قانون العقوبات مصدره ضغوط دوليه او منظمات دوليه الى اخره ولكن يعني انا لكن عندما يا أستاذ عندما اطلع على كل القوانين التي صدرت عن مجلس الامن وتخص حقوق المراه والتي صدرت عن الامم المتحده الى اخره ثم اعمل دراسات مقارنه بينما هو موجود عندنا تجد لفظ التكامل مثلا لا تجده في الخطاب الاسلامي منذ يعني عقود طويله وحتى في وسائل اعلامنا التكامل التكامل من اين جاء مفهوم التكامل؟ هل هو موجود في القران الكريم؟ هل ما هو موجود في السنه النبويه الشريفه في صحيح الاحاديث؟ هو غير موجود. يعني لا كومبليمونتاريتي لا دو فيمينيزم لا دوزيام فاغ دو فيمينيزم ماشي عندنا لكن لما يصدر قرار من مجلس الامن يقول بضروره ادراج المنظور النسوي في عمليه صنع القرار لابد ان نعود الى القران الكريم موضوع الزوجيه مبدا الزوجيه الذي لم ينتبه اليه فقهاؤنا في القديم او في العصر الحديث يعني وخلقنا من كل شيء زوجين الرجل وزوجته والمرأة وزوجها معنى ذلك أن العلاقة لا تقوم على التكامل العلاقة تقوم على التناغم لغموني العلاقة تقوم على التلابس التلابس مفهوم موجود في القرآن الكريم التناغم مفهوم جاي من القطبية من الزوجية من إذا هو مش بازل نجيب المرأة ونجيب الرجل ونلصقهم بعض باش يقدروا يتكاملوا لا الله عز وجل لا يخلق إنسان ناقص ثم البعضيه يعني دائما نجد في النصوص الكريمه المرتبطه بتنظيم العلاقه بين الرجل والمراه بعضكم من بعض والمؤمنون والمؤمنات يعني هذه الولايه بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر المؤمنون والمؤمنات هذه البعضيه هذا التفاعل هذا التداخل هذا التناغم يعني يلغي مفهوم التكامل الذي نجده في الخطاب الاسلامي مبدا الزوجيه لكن هنا يا أستاذة أسمع عفوا لن لا 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 فقط الفكرة بالنسبة فاضح. للمنظور النسوي ضرورة إدراج المنظور النسوي في, في, في قرارات الأمم المتحدة معنى ذلك أن العلاقة بين الرجل والمرأة هي نوع من الإثراء المتبادل لكن إحنا ما نوم الأمم المتحدة المرأة يا أستاذة أسمع. أنا أقول لك ما بين مفهوم تحكي الزوجية على مجلس الأمن مفهوم الزوجية الموجود في القرآن الكريم والذي تقوم عليه الدنيا كلها في الكون وكذلك الرجل والمراه يعني يقترب من مفهوم ضروره ادراج المنظور النسوي في عمليه صنع القرار في اي دوائر كانت على المستوى التنفيذي والتشريعي وفي مختلف المؤسسات. وهذا الجزائر يتقدم أحب... فيه يعني. لا وهذا لا يتناقض مع دينها. يعني لا ينبغي ان تكون لدينا اي عقده من التعامل مع الثروه المعرفيه الموجوده في العالم كله من المفترض ان نجرد اجتهاداتنا الفكريه من البعد الايديولوجي ونستفيد من هذا حتى يعني في الرسول عليه الصلاه والسلام الجاهليه يعني. خدم الجاهليه بعض نعم. يعني نعم, الأفكار نعم. و... حتى النصوص القطعيه الثبوت القطعيه الدلاله في القران الكريم يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الرحمن فاسال به خبيرا وكل النصوص القرانيه التي تحث على انه يكون في خلفيه قراراتنا دراسات علميه سواء من على مستوى الدراسات العربيه والدراسات الاسلاميه ان وجدت في هذا العصر وما تفيض به مراكز البحوث والمدارس المختلفه في العالم وكل هذه الاشياء، اذا نحن ليست لدينا أي عقده من الخارج والجزائر ليست معزوله عن العالم هي تعيش في بيئه محليه واقليميه ودوليه طالما ليس هناك شيء يختلف او يتناقض مع النصوص قطعيه الثبوت، قطعيه الدلاله في القران الكريم او مع الاحاديث الصحيحه فنحن ليست لدينا أي عقده ناخذ فيض الحكمه من حيث ما جاء دون مشكله لكن قد يرد على هذا الكلام دكتوره انه المجتمع الغربي والمجتمع الجزائري اللي هو جزء من المجتمع المسلم هناك يعني فرق كبير جدا ويعني من من الظلم ان نقيس اوضاعنا ونقيس ثقافتنا باوضاعهم وثقافتهم نشاهد في الغرب الكثير من المشاكل الاسريه نشاهد الكثير من الانحلال نشاهد يعني ثقافات مختلفه تماما وحنا يعني الجزائر يجب يعني وضع قانون يحمي المراه طبعا لكن وفق الخصوصيه الجزائريه اللي حبينا ولا كرهنا هي ما هي الخصوصيه الجزائريه؟ لا يعني يعني خصوصية الخصوصيه الجزائريه هل هي تشرع للعنف مثلا؟ لا العنف هل لا العنف مرفوض هل هي لا. تشرع للسب والشتم؟ هل هي تشرع؟ لا الجزائري معروف بأنفته رجلا كان لا. او امراه يعني المجاهدات اللواتي صعدنا الى الجبال واللواتي ضحينا بانفسهن لو لم تكن لديهن انفه لم لم لو لم يكن لديهن استشعار بالتحرر بالشرف كل معاني الكرامه لما فعلنا ما فعلنا، نحن مجتمع معروف بانفته وبعزه نفسه وحرائر الجزائر لا ترضينا بالضرب والعنف والسب والشتم باسم غير الاسلام لا هذا مرفوض هذا باسم اعراف باسم تقاليد باسم يا. عصور الانحطاط باسم عصور التخلف مش هذا الم... لهذا انا قلت هو تقدم نحو الاسلام، الاسلام كرم المراه واستطيع ان اقول لك شيء انه الدين كرم المرأة تكريما عجزت الثقافة عن استيعابه عجزت, عجزت, الثقافة العربية والإسلاموية الموهومة لقائمة على غير صحيح كيف الإسلاموية الموهومة كيف الإسلاموية الموهومة يعني لما يجتمع لتجتمع مجامع فقهية وتجتمع مؤسسات وتجتمع على أساس تصدر أشياء بحق المرأة لا يعني لا يمكن عندما تقرأها المرأة المسلمة المعاصرة يعني ما هذا هذا شيء لا يستند إلى دين لا يستند مثلا أعطينا أمثلة على يعني الامور التي اصدرتها او الفتاوى التي اصدرتها المجامع الفقهيه يعني الواقع وتتعارض مع الواقع العربي تكريم المراه العربي العرب يعني العالم العربي والاسلامي يعج بمظاهر وتطلع علينا كل يوم فتاوى في غايه السلبيه والمؤلم انه لا علاقه لها بالاسلام المؤلم هو يعني ردها للاسلام بشك بشكل بشكل المسلم اللي يكون عنده ثقافه اسلاميه صحيحه واللي يكون مستوعب لدينه واللي يكون يعني عنده خلفيه علميه تسمح له بان يضع فارق ما بين الخطا والصواب طبعا هناك الكثير من الافكار والكثير مما يمكن قوله حول قانون العقوبات الجديد وحول قانون الاسره المزمع تعديله ايضا لكن خلي بعد فاصل قصير ونواصل هذا الحوار مع الدكتوره اسماء مقاده حول قانون العقوبات الجديد وقانون الاسره ووضع المراه في الجزائر مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا في هذا الجزء الثاني من لقاء خاص مع الدكتوره اسماء بنقادة للحديث عن التعديلات الاخيره في قانون العقوبات والحديث عن تعديلات اخرى في قانون الاسره ووضع المراه الجزائريه في المجتمع وفي الحياه السياسيه طبعا بصفتها نائب عن حزب جبهه التحرير الوطني في البرلمان. دكتوره اسماء في هذا الجزء الثاني قبل ما نمشي للفاصل كنا نتحدث على قانون العقوبات والجدل المثار بين التيارات الاسلاميه التي ترى فيه منافي للشريعه الاسلاميه وبين يعني الاحزاب الاخرى وخاصه الافلان اللي تنتمي له واللي يقول انه هذا القانون العكس هو مستمد من مقاصد الشريعه الاسلاميه في حمايه المراه وفي صونها من اي اعتداء من من الزوج من طبعا انا خليني نتحدث على فكره اخرى هي هل المبالغه في حماية المرأة بهذه الترسانة القانونية ما يكون له أثر عكسي على المرأة في حد ذاتها بمعنى في الجزائر هناك ملايين العوانس يعني ثلاثة أو أربعة مليون عانس ومن أكبر المعدلات في الوطن العربي ولما زد نخوف الشباب من الزواج لانه لو لو يتزوج ممكن يوقع خطا او سوء تفاهم يقدر يكون في متابعه قانونيه وفي مشاكل راح نزيد نضاعف هذه المشكله العوانس راح نزيد ناثر على المراه من حيث احنا حبينا نحموها يعني اما ان يعنف الرجل ويضرب اما ان يسب او يشتم اما ان يهمل اسرته واما لا يتزوج يعني العلاقه الزوجيه كما قلنا تقوم على الموده على الرحمه المراه سكن يعني والسكن يحمي الرجل يعود الى بيته يعني الذي يقيه من العواصف الهائجه في الشارع وفي مقر العمل ومن صعوبات الدنيا هو هذه المراه عندما يعنف هذه المراه ويمس بكرامتها ما الذي يستفيد منها غير انه يؤذيها، يجرحها، يفككها، يقضي عليها، ما الذي يستفيد منه؟ يعني بالعكس اذا جئنا لنقوم بتاويل مباشر للنصوص او بقراءه مقاصديه ايضا وفقا لمقاصد الشريعه الاسلاميه لهذه النصوص القرانيه ومن خلفها نصوص قانون العقوبات نجد بانه بالعكس يعني العنف استشرى في الجزائر لدرجه اصبحت غير مقبوله ومؤسسه الاسره العنوسه ايضا استشرت لا العنوسه ايضا استشرت لا لا انا اقصد العنف بالنسبه للعنف في المجتمع الجزائري ثم ننتقل الى العنوسه العنف في الملاعب والعنف في الشارع والعنف في الأسرة والعنف في المدرسة والعنف في في في, كل موقع لكن الحل هل هو قانوني مش الحل في كل موقع يجد فيه الإنسان حرية أن يمارس هذا العنف الحل مش في التربية الحل مش في الثقافة مؤسسة الأسرة هي إحدى المؤسسات التربوية التي يتلقى فيها الأطفال التعاليم الأولى للتربيه عندما يعني ينمو الطفل في بيئه فيها هذا المستوى من العنف الا يتعلم وتشرب هو ايضا هذا العنف وينتقل به الى الشارع وينتقل به الى الملعب مو لكن هالأ... العنف تكون على مستوى الاسره بهذا الشكل وفقا لقانون العقوبات وتكون وفقا لقانون لقوانين اخرى تمثل القوانين ووفقا لدور لدور المؤسسات التعليميه وللدور الذي يقوم به المسجد كل هذه خلينا دي معنى عفوا دكتورة. يا دكتوره اسماء حتى اوصل خلينا نوصل لك الفكره حكرة. حتى اوصل لك الفكره وانتهي وننتقل الى طبعاً. موضوع العنوسه الان في فيما يخص العنف مش العنوسه نحكي عليها في فيما, فيما يخص العنف ثم ننتقل للعنوسه عندما نعالج العنف على مستوى الاسره وتساعدنا في ذلك المدرسه ويساعدنا في ذلك القوانين التي تحكم الشارع وهناك جزء منها في قانون العقوبات وكل في الفضاء الخاص والعام قصدي اذا سنعالج قضية العنف بشكل يساعدنا على ان نحصر هذه الظاهرة قدر الامكان وفقا من منطلق هذا الردع وهذه الحماية وهذا التشريع، بالنسبة للعنوسة يعني عندما يقرأ الرجل قانون العقوبات يعزف عن الزواج يعني ما لا لا مش هذا لما يقرأ قانون العقوبات لكن لما يشوف انه ممكن اي مشكل صغير مع زوجته، اي خطا، اي كذا، يودي به في متاهات، انا قلت لك شفنا الكثير من التعليقات، ممكن هي ساخره طبعا، في وسائل التواصل الاجتماعي، تقول انه ما هناك هذا الترسانه القانونيه المضخمه ان صح التعبير، واللي قد تودي تودي بالزوج لمتاهات قانونيه، بينما الحل كان يمكن ان يكون في التربيه، كان يمكن ان يكون في الاعلام، يعني من خلال التوعيه، مش فقط بترسانه قانونية طبعا طبعا كل هذه المجالات القانون والتربيه والوعظ وكل هذه المؤسسات تتعزز من اجل لا هذا للردع والحماية وفي بعض الاحيان ايضا العقاب عندما تستفحل الامور وتصل الى مستوى غير مقبول يصبح العقاب ضروره، يعني نحن نعيش في دوله ولا نعيش بقانون الغاب، لكن لما لما, لكن لما الزوجه لما الزوجه خلي خلي نمشوا في سيناريو معين، لما الزوجه ممكن تتعرض لاهانه او لعنف وهذا طبعا مرفوض ومنبوذ ولا لا يختلف عليه اثنان، لكن لو الزوجه ممكن تتعرض لي في لحظه غضب لعنف معين تمشي للعداله، واش يوقع تدمر نفسها، تدمر زوجها، تدمر أسرتها. يعني هل هذا هو الحل؟ عفوا، هناك يعني هذا القانون لما تمشي العدالة خلاص، لا لا الأسرة تدمر، الزوج يدمر يقضي حياته في السجن، وهي راح تدمر لأنه راح تولي يعني عندها مسؤولية وعندها الآن مطلقة الآن بالنسبة للتشريع، المهم ابتداءً أن لا نترك فراغ قانوني يقابله اعتداء. لابد أمام الاعتداء أن يكون هناك قوانين للعقاب وللحماية وللردع، هذا أولاً. ثانياً يعني عندما ضُربت لم تُدمّر. عندما سُبّت وشُتمت لم تُدمّر، لكن عندما تذهب إلى القاضي أو تقدم شكوى أو فقد دُمرت هي هي دُمرت وانتهى الموضوع، يعني عندما يعني إنسان كامل الحقوق، كامل الكرامة. يعني يقوم إنسان آخر بالاعتداء عليه وضربه. يعني لكن هذه, هذه حياه يوميه ممكن فيها لحظه غاضبة هذه حياه يوميه يا يا دكتوره يعني احنا نشوفوا يعني بين اخوه المهم ان يحفظ لها المهم, المهم يحفظ ان يحفظ لها القانون البلد. حقها المهم ان يحفظ لها القانون حقها وفي معظم وفي معظم النصوص هناك الصفح بامكانها ان تصفح عليه هي حقها العقاب وبامكانها ان تصفح اذا ارادت ان تصفح هي حره ولكن هذا القانون أختلفت, اختلفت معكم سيدة لويزا حنون واتهمت هذا القانون اللي طبعا انت شاركتي فيه وصوتي صوتي عليه اتهمت هذا القانون بانه فضيحه والسيدة لويزا حنون طبعا ليست اسلاميه فضيحه بالنسبه لماذا قالت فضيحه لانه في فكره الصفحيه قالت انه لما يضربها يولي هناك حق عام وحق عام كما نعلم جميعا لا يمكن للضحيه ان يتنازل عن الحق عام هو ملك وهنا للدوله وهنا يعني هنا ننتقل الى نقطه اخرى ولكنها ضروريه بالنسبه الى ما نتحدث فيه يعني القانون عندما يتم صياغته ووضعه لابد ان نستند فيه الى عالم الاجتماع الى عالم النفس الى الطبيب إلى عالم الشرع، إلى القانوني، إلى القضاة، إلى المحامين، إلى كل هؤلاء استندتوا لعالم الشرع، استندتوا لعال العلماء في... أنا لم نستند فقط إلى علماء الشرع، يعني علماء نحن تحدثنا عن نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة موجودة في القرآن الكريم لكن أنا... سؤالي واضح هل هل الحلقة. لي... أنا في بداية الحلقة ذكرت لك مجموعة من النصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، يعني هناك نصوص كثيرة جدا تتماشى تماما لكن هل استندتوا تتماشى تماما بطبيعه الحال مثلا اعطينا اعطينا اسماء مشايخ في الجزائر الحال. شوف الان أحنا استشرتوهم الان يعني. احنا سواء عطينا عطينا على مستوى عطينا الدوله او على مستوى ثوابت جبهه التحرير الوطني، الجدل على مستوى الهويه انتهى، هناك ثوابت. هناك ثوابت، هناك ثوابت نعرفها جميعا، الطفل اصبح يعرفها، الاسلام، العربيه، الامازيغيه، يعني ثوابتنا معروفه، اي مشروع مجتمع، اي قانون اي هذا واضح يا استاذ انا, أنا سؤالي كان ممكن ان تطرح على المجلس لابد لا تتناقض مع ثوابت الامه ومع هويتها لكن هل سنت نعود يا... الى مناقشه يعني عناصر الهويه مره اخرى لا هذا معروف لا. اي قانون يطرح ينبغي ما جاوبتينيش على السؤالي. ينبغي ألا يتناقض يا يا دكتوره اسماء هل انا سؤالي كان واضح انت نائب عن انا نائب حرير و... باللجنه القانونيه بمعنى ممتاز أني ممتاز في اللجنه القانونيه ممتاز هل وجدت بانه اي نص من نصوص قانون العقوبات يتعارض مع مع ثوابتنا نحكي على مشايخ, مشايخ وعلماء هل استشرتوا مشايخ وعلماء في هذا القانون هذا سؤال لماذا الهيئة التشريعية هي التي جاءت؟ أنا أنا الفانون. سؤالي بسيط انتي... انتي القانون جاء من وزارة العدل إلى المجلس الشعبي الوطني من الهيئة التنفيذية إلى المجلس الشعبي الوطني طبعا الهيئة التنفيذية قبل ان قبل ان تحيل القانون قبل ان تحيل القانون الى المجلس لابد ان تكون قد استندت وفقا لثوابت الامه وثوابت الدوله الى كل ما من شانه ان لكن الاسلاميين يقولوا أن هذا يتناسب فليقولوا ما شاءوا انا المهم انه بين يدي نصوص القران والاحاديث الصحيحه وقد سردتها عليك وهناك منها كثير انا لا يهمني انا اعتبر بان الاسلاميين قد قاطعوا تقدما واضحا وقويا نحو الاسلام وقلت لك بأن لماذا قاطعوا لماذا وقلت لك بان الدين قد كرم المراه تكريما لا عجزت الثقافه ثقافه الاسلاميين بشكل خاص وثقافه الوزح النون ايضا يعني بشكل مناقض عن عن استيعابه اذا انت سالت عن الويزا حنون اقول للويزا حنون بان الواقع شديد التعقيد فيما يخص موضوع الصفحة الذي عارضته وعارضه ايضا النواب النواب المنتمين لحزب العمل في المجلس الشعبي قالت الوطني قالت ان طيب لوح تقمص دور المفتي فلتقول ما شاءت انا طيب لوح وزير العدل طبعا اللي هو كان وراء هذا فلتقول ما شاءت طيب لوح كرجل دوله وكوزير للعدل من شانه عندما يتقدم الينا بهذا القانون الا يتناقض مع ثوابت الامه فليكن مفتيا إذا شاءت كما وصفت ووصفها خطأ بطبيعة الحال ولكن لهذه الدولة يعني يعني لهذه الدولة ثوابت ولهذه الدولة هوية وأي قانون تتقدم به الهيئة التنفيذية ممثلة في السيد الوزير طيب لوح لا بد أن يكون متناغما ولا بد أن لا يتناقض مع ثوابت هذه الدولة الإسلام هو دين الدولة وإذا تقدم للجنة القانونية بهذا القانون لا بد أن لا يتناقض في مضمونه مع مع هذا الإسلام الذي هو دين الدولة، ولكن بالنسبة للإسلاميين أقولها وأعيدها بأنهم قد قاطعوا التصويت على قانون يتقدم بقوة لماذا؟ لماذا؟ وبوضوح لماذا؟ نحو الإسلام. واضح، واضح. لماذا؟ هي هي عودة. لماذا؟ أنا لا أريد أن أقول عودة للإسلام. أقول دائماً تقدم نحو الإسلام لأن العيب فينا عندما نقول. يعني وتأكيدا على مقولة الإسلام صالح لكل زمان ومكان معنى ذلك يعني كيف هل... يكون الإسلام صالح إلا إذا تطور أحنا تطورنا يعني. ليس الإسلام يتطور نحن نتطور باتجاهه لأن النصوص تأويلاتها تتطور من خلالنا نحن نحتفظ بتأويل واحد للقرون الأولى أو للقرن الأول ونقف عنده روح شوفوا قال ابن رشد عن حقوق المرأة نحن أدنى بكثير مما يقوله ابن رشد كقاضي ولكن كفيلسوف أيضا وشوفوا وش يقول ابن حزم بالنسبة لحقوق المرأة أيضا أو حتى نقرأ طوق الحمامة أو ابن حزم أيضا قاضي وكتب في كتب كيفاش ممكن أن تكون المرأة قاضية وفي مواقع أخرى متقدمة جدا عما نعيشه في في قرطبه وفي الاندلس، نحن متخلفون جدا عن نصوص القران، بهذا الشكل نحن نتقدم باتجاه الاسلام بنصوصه وبالاحاديث الصحيحه من سنه الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا لا ينبغي ان نتحدث كما قلت بالنسبه للويزا حنون، الواقع شديد التعقيد ولا بد قبل ان تطلق تصريحاتها ان تستند الى السوسيولوجي والى الطبيب والى عالم النفس والى عالم الاقتصاد والى عالم الدين باعتبار اننا مسلمون والى كل هذه المجموعه لكي تفكك الواقع وتطلع بمثل هذه القوانين، القوانين ما طلعتش جزافا. هكذا اعتباطا لا خضعت الى اراء كل هؤلاء بسبب الواقع المعقد اللي هوش يا ممكن يا انت علاش تشوفهم في الاعلام يعني تروح تدخل في قاعات الاجتماعات ومراكز الدراسات لكن... 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 وترعاها وبعد لكن من دور... انت عليك القانون انت عليك دور... لا. القانون هل يتناقض, ام الإعلام, لا يتناقض؟ الاعلام سلطه والنصوص النصوص واضحه جدا الاعلام سلطه كما المجلس الشعبي الوطني سلطه كاين هناك الكثير من السلطات كاين والاعلام له دور ايضا في تنوير المجتمع ويجب ان يكون على اطلاع يعني احنا اذا الاعلام لازم يتعب نفسه هل انا انا خليني نطرح لك سؤال هنا هل يعني كان هناك مشكل اتصال بين من يعني المشرعين اللي قاموا بوضع هذا القانون وبين المجتمع يعني في شرح تفاصيل هذا القانون وشرح الدوافع التي يعني دفعتهم لاقرار هذه العقوبات الغليظه على الرجل هي طالما ان القانون متوافق تماما مع الشريعه الاسلاميه مع التقاليد السائده عند الشعب لانه حنايا عندك جزائريين يقول لك كراجل يضرب امراه يقول لك هذا مش راجل صح ولا لا في تقاليدنا صحيح. كيفاش يروح يمسك كائن اقل منه قوه جسديه ويعنف بشكل مهين جدا وبشكل يعني ممكن يحدث له عاهه ويبقى يحتفظ بالقيم آه الذكوريه الايجابيه للمفروض يكون تربى عليها غير ممكن هل ممكن واحد يحكم يمسك ام اولاده وشريكته في الحياه ورفيقته واللي يستند عليها في كلش في توازنه السيكولوجي في حياته اليوميه في كل شيء ويروح يضربها يعني واش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يجلد احدكم امراته جلد العبد ومن بعد يروح يعيش معها في تمازج وتلابس يعني فكري وروحي وعقلي وجنسي، هل هذه رجوله؟ هذه ليست برجوله. لا هو بمعنى هو أنه العنف منبوذ كما يقول لك الرسول عليه الصلاه والسلام لا يزني المؤمن لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، لا لا يضرب الرجل يعني امرأته وهو في حاله طبيعيه مكتمل الرجوله ومكتمل بالعكس هذا استفحال جاهليه انا اسميه. استفحال جاهلية أن يقوم شوية إنسان بظلم إنسان آخر بضربه خد... بتعنيفه بسبه خل... بشتمه بإهماله بي... هذا هذا تكلمنا فيه وبالتحرش به في في مجال آخر خلينا شوية على التحرش التحرش الجنسي يعني اللي تتعرض له آه النساء في المجتمع الجزائري على غير المجتمعات العربية الأخرى وهذه الظاهرة هي أيضا في آه نمو كبير آه يعني كاين الكثير يقولوا التحرش الجنسي في الاساس راجع للتفسخ الاخلاقي هو طبعا مدان ومستنكر لكن في نفس الوقت المراه ممكن تتحمل المسؤوليه باللباس الفاضح اللي هو يثير تحرش من قبل بعض الشباب الطائش او بعض الرجال يعني, يعني, يعني انتم ما شفتوا غير الوضع غير الرجل لما يتحرش ما شفتوش المراه لما تتحرش بالرجل من خلال هذا يعني ما كاش ضوابط في اللباس ما كاش كاين يعني هذا ايضا نوع من انواع التحرش لا هو النص القراني لما نزل فليغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم هل اشترط ان تكون المراه يعني محجبه تماما حتى يحفظ فرجه ويغض من بصره لا يعني ما نحكيش عن واحد جابه سفيره نحكي كاين يعني تفسر قلت يعني تلبس لباس فاضح فاضح يعني ما نحكيش لأنه ممكن تكون سفيرة لكن فاضح. مش لباس فاضح يعني المسلم إذا ذهب إلى أمريكا يتحرش مثلا لأنه أمريكا واقع مختلف أو إذا ذهب إلى أوروبا آه أيضا لا هذا مش يتحر. تبرير لكن لا لا, لا لكن, لا. لكن, لا. هذا لكن خلي, هو. خلي هذا هو التبرير هذا هو التبرير إحنا آه إذا رجعنا أيضا للنصوص الشرعية اللي يقول الاسلاميين باللي لا تتماشى ها هو يعني بالعكس الاسلام يضع اداب للطريق وبصيغه الامر انه هناك اللي تحدثنا شوي على اللي تلبس لي التحرش انا تحدثنا عليه بلي هذا هو خلق باللي هو مستنكر لما ياتي لما ياتي قانون يتحدث عن طيب من هذا النوع ومن بعد نطرقوا لهذا الاداب ولما المراه تتحرش بالرجل هل هل تعاقب المراه؟ على فكره ما تحدثش رجل او امراه يعني لهذا نقول مبدا الزوجيه ولكن, على طبيعة محكوش محكوش على ولكن طبيعه الانسان ولكن طبيعه الانسان وتركيبته ان الرجل هو الذي يتحرش يعني لكن ولينا نشوفوا حتى روح دير دراسات وشوف كم من مره تتحرش المراه بالرجل وكم انا يعني معاك لكن هل وكم هل كم مرة يتحرش الرجل بالمرأه لكن هل طبيعه الانسان في العالم كله تقتضي وطبيعة الرجل أن الرجل هو الذي يتحرش المرأة مطلوبة والرجل طالب والرجل هو الذي يتحرش لكن في أيامنا صدقيني أنه حتى في الشارع وفي الشارع الجزائري ممكن في المدن الكبرى الفضاء هو فضاء ذكوري بحت على ممكن في المدن على الكبرى يعني. حتى في ممكن الفضاء هو فضاء ذكوري بامتياز تجد بعض النساء يخرشوا هل هل المراه حتى تدخل الى مقهى بشكل يعني في كل العالم هذه المقاهي المفتوحه والمقاهي هي مواقع لقاءات وتبادل احاديث واماكن راحه وبالنسبه للكاتب بالنسبه للمؤلف بالنسبه للشاب بالنسبه للمتنقل بالنسبه للسائح يعني انا اقول بانه في بلدنا الجزائر لا تدخل المرأة إلى المقهى بسهولة المرأة هذا الموضوع معيب بالنسبة للمرأة لماذا علينا أن نفكك كل هذه الأشياء ونتساءل عنها يعني شوف المرأة إلى أي درجة هي محصورة حتى في الفضاء العام ماذا بهم لو كان المرأة تتوارى عن الفضاء العام من الذي شرع لهذا القرآن الكريم الأحاديث النبوية الشريفة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ارتبط بمرأة تاجرة لما ننتقل فيما بعد الذمه الماليه حلية. المستقله للمراه الى اخره وهذه الذمه الماليه ايضا موثقة بقوانين بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة في القرآن الكريم وباقي وتوارثناها يعني بقوا منها شوية تقاليد تغطى عليها كل ما ترث المرأة تحرم من الميراث بحكم التقاليد وبحكم المغالطات وبحكم أشياء صنعتها فقط الأعراف خلينا نتحدثوا على التعديل لأنه دهمنا الوقت خلينا نتحدثوا شوية على التعديل الجديد اللي مزمع القيام به واللي اعلن عليه الرئيس بوتفليقه لقانون الاسره في مجال اللي هو تحدث على مجال الخلع ومجال الطلاق التعسفي، أنت دكتوره اسماء كيف تشوفي لهذا التعديل وهل هذا ما يطرحش ايضا اشكالات في قضيه الشريعه الاسلاميه؟ القانون لم يخرج بعد الى حيز خلينا نحكي في الافكار نعم. نحكي في ولكن الافكار ولكن اذا تحدثنا عن الافكار العامه، الطلاق التعسفي يعني مشكله كبرى الطلاق التعسفي مشكله كبرى لابد ان تكون لها ضوابط سواء كان الموضوع من طرف المراه مثل الخلع او الموضوع من طرف الرجل يعني الرجل يخرج يدخل ويخرج من بيته يقول للمراه انت طالق باي حق يعني المراه عندما تدخل في مؤسسه الزواج معنى ذلك انه حاضرها ومستقبلها وحياتها ومرهونه بهذه المؤسسه بكل يعني بكلمه يدمر المراه بكلمه يدمر الاسره يدمر المراه يدمر كل شيء هو طبعا الرجل ممكن عنده فرصه يستدرك حياته خاصه في المجتمع الجزائري عكس المراه لانه لما تكون مراه مطلقه هذا وخصوصا اذا كان عندها اطفال ايضا في المجتمع الجزائري يوقع يعني يعني مشكلة تنزع منها الحضانه لاطفالها اذا لا كان عوده الزواج اذا كان عوده الزواج هذا ايضا باي حق يعني معنى ذلك انه تمنع ممكن هذا لحماية, لحمايه الاطفال كثير لا كثير كثير من النساء لماذا عندما يتزوج الرجل يعني ما تروحش منه الحضانه وعندما تتزوج المراه تروح منها الحضانه الرجل هو اللي قرر يقدر يحمي هي أطفاله هي الحاضنة يقدر يحمي أطفاله هو اللي هي الحاضنه هي مربيه هي كل شيء يعني يعني كل شيء وفقا للمصلحه الذكوريه اينما كانت المصلحه الذكوريه فهذاك هو القانون وهذاك هو الحق وأينما كان للمرأة حق فهذا تجاوز للقرآن هذا تجاوز للإسلام هذا تجاوز مثل ما تقول لويزا حنون اللي أيضا تعمل على التأسيس لقانون ذو خلفية مدنية بحتة مستقلة تماما للإسلام. مستقلة تماما عن الشريعة الإسلامية نحن نقول لا تطرف هؤلاء ولا تطرف اولئك احنا دوله عندها هويه عندها ثوابت تمشي وفقا للثوابت تاعها وهذه هي الوسطيه الحقيقيه انه لا نفرط في هويتنا وفي نفس الوقت لابد لكل يعني نهتم بمجال حقوق الانسان لابد للرجل ان ياخذ حقه لابد للمراه ان تاخذ حقها لابد للطفل ان ياخذ حقه هذا يعني يتناسب تماما مع طبيعه الشعب الجزائري ومع الدوله الجزائريه لتاسد في العصر الحديث على اساس من الانفه من التحرر من خلفيه يعني تراث قوي جدا في الجهاد من اجل البلوغ الى هذه الحقوق التي تتعارض مع اي اهانه لاي من افراد الشعب مواطنون ومواطنات و و و واطفال واسر الى اخره. آه دكتورة الدكتوره اسمعنا للاسف يعني الوقت داهم كثير وحنا في آه هذا البرنامج في لقاء خاص دابنا دائما على آه يعني فتح فقره لمشتركي صفحه البلاد في الفيسبوك حتى يوجهوا اسئله مباشره لضيف ضيف البرنامج انا الان حنطرح لك بعض الاسئله المباشره كاين سؤال ولو انه هذا مش من اسئله الفيسبوك لكن يعني سؤال يطرح نفسه وما تحدثناش عليه فقط اجابتكم باختصار لانه ده من الوقت يقولوا انه انت طبعا ترشحتي في 2012 عن حزب جبهه التحرير الوطني يقولوا أن هذا الترشح فرضه علاقتك الحال يعني القويه مع زوجة امير قطر السابق وام الامير الحالي الشيخه موزه وهي اللي دخلت عند مسؤولين في جبهه التحرير الوطني وبالضبط الامين العام فوقتها عبد العزيز بالخادم حتى ترشحتي عن الحزب هذا موضوع يجانب الصواب و وغير صحيح وبالعكس يعني سمو الشيخة موزة في آخر لقاء لي بها كانت تقول بأنه مبروك يا أسماء وهذا يعني قيل بأنه أنا من عرض على سيد رئيس الجمهورية هذا الموضوع ولكن هذا شرف لا أدعيه يعني كانت كان راح يكون شرف بالنسبة لها أنه تكون أنها يعني تعرض غير حق غير صحيح كاين سؤال هذا من بعلام يقول كيف كانت رؤيتك للجزائر وانت بعيده عنها ونظرتك لها وانت تعيشين فيها لا تختلف كثيرا يعني انت تعرف احنا نعيش الان في ثوره الاعلام والاتصال وكنت ازور الجزائر باستمرار على الاقل اربع مرات في السنه او اكثر ومتواصله باستمرار بكل ما يحدث في وطني الذي اعشقه بجنون يعني لا لم انفصل لا, لا لا روحيا ولا جسديا عن وطني وطبعا وجودي في وطني وخدمتي له وتقديم يعني كل شيء ممكن ان اقوم به لهذا الوطن يشرفني ويريحني ايضا كاين سؤال اخر يقول الدكتوره اسماء بكل عقلانيه هل يوجد اخوان في الجزائر وما هو برنامجهم وشكرا هذا سؤال من طبعا يوجد اخوان في الجزائر ويقصد اخوان مسلمين طبعًا, طبعا, يوجد اخوان مسلمين في الجزائر طالما هم مقدمين للبيعه للمرشد في القاهرة آه و في الجزائر وما تيارات كثيرة مهما كان ولكن خلفيتهم تبقى إخوانية كاين سؤال آخر من هذا اسمه سعيد يقول بكل صراحه ماذا تقولين في هذه الاسماء الرئيس عبد العزيز بوتفليقه هو يطلب منك انك تعلقي على الاسماء اللي يعني ماذا تقولين في هذه الاسماء هو يتحدث اولا على الرئيس بوتفليقه يعني, يعني خياري دليل على ما اقوله لا... في السيد الرئيس له حكمه له حنكه يصنع القرار يعني بطريقه حفظه الجزائر وجعلتها تتقدم خطوات عملاقة نحو الأمام اقتصاديا واجتماعيا وفي كل المجالات التي يعني في, في, في أصعب الظروف ما سمي بالربيع العربي تصرف بحكمة كبيرة ونأى بهذا الوطن عن أشياء ممكن ضد أن تحصل له ضد الربيع العربي أنا لا أعترف ب الربيع العربي فيها مؤامرة في تشوفي كل كتاباتي منذ أول يوم بدأ فيه الحراك والاحتجاجات أه أه يعني أنا لكن يقولوا أن الشعب ناضل مثلا في سوريا أو في ليبيا ضد الظلم ضد اللي كنا نشوفوا أنظمة يعني بائسة أنظمة يعني أكل الظهر عليها وشرب والشعب ناضح حتى يغير الواقع لكن طبعا طورتهم بعض الأمور وأصبح فيه الكثير من المؤامرات والكثير من التدخلات الأجنبية لكن في الأساس الشعب أو جزء من هذه الشعوب ثار لتغيير الواقع المزري الذي كانوا يعيشون ليس لهذه الدرجة يعني ابن منظور مفهوم الثورة كان يقول عليها نوع من الهيج الـ 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 الاجتماعي فكان عبارة عن حراك يغلب عليه الغضب الشعبي وليس مثل الثورات التي حدثت في فرنسا وامريكا الى اخره انا بالنسبه لي الثوره المعرفيه سابقه لاي ثوره سياسيه في والحزب في الفلسفي سابق للحزب السياسي هذه كلها ليست بثورات هي نوع من الاحتجاجات اليتيمه حتى طبعا. يقول ايضا في شخصيات اللي عن رايك فيها عمار سعداني الامين العام الحالي لجبهه التحرير الوطني هو الامين العام لحزب جبهه التحرير الوطني طبعا هذا معروف لكن رايك في عمار سعداني وانت يعني مناضله في الافعلان ونائب عنه في مجلس الشعبي يعني تطلب مني ان اعطي رايي في الامين العام لحزبي يعني هو الامين العام للحزب ما يعني و... فيه جدل حول الامين العام يعني هل كيف الجدل يعني حول الامين العام في اي حزب كبير عتيد مثل حزب جبهة التحرير الوطني إذا خلى من الجدل معنى آه ذلك مقصد أنه مقفل. لم يعد لم مع... يعد لم يعد عتيداً يعني الجدل كان على مستوى كل الامناء العامين الذين مروا على حزب جبهه التحرير الوطني وكلهم وصلوا الى الامانه العامه من خلال هذا الجدل ومن خلال التدافع ومن خلال المهم ان نحن كمناضلين في الحزب على مستوى الحزب نقوم باعمالنا نقوم باعمالنا الحزبيه على تحت هذه المظله الامانه العامه والجدل يبقى العامة مطعون في شرعيتها يعني كاين لماذا فقط هذا الامين العام كل الامناء العامين بسبب موقف بسبب مقوله بسبب راي سياسي يعني خلف جدلا والجدل تطور الى اشياء اخرى وتعاقبوا بهذا الشكل اخر اسم عبد العزيز بالخادم اللي كان طبعا هو الامين العام لما ترشحتي في الافاده هو الامين العام السابق لحزب جبهه التحرير الوطني وايضا, حابة وأيضاً كنا أكيش. نعمل معه لا انت تريد ان تثير مشكله من لا, لا, لا شيء لا من, من لا شيء يعني هؤلاء كلهم امناء العامين لحزبنا ويبقى الفضل معترف لهم فيما قاموا به من حسنات وهم الان السابق والحالي وغيره وغيره لكل واحد منهم نصيب من الخير نحن لا. نعترف به ويبقوا في تاريخ هذا الحزب الكبير كبير واضح هذا اخر سؤال لانه الوقت للاسف انتهى في التعديل هذا مروان يقول لك في التعديل الحكومي الماضي كان اسمك متداولا ضمن المرشحين لتولي حقيبه وزاريه قال لك هل تطمحين لذلك وهل تقبلينها في حال عرضت عليك وما هو القطاع الذي تودين الاشراف عليه <applause> هذه أسئلة يعني لا محل لها من الإعراب مثل لماذا المحل هو, مثل هو نحن مواطن هو حزب, يعني. حزب سياسي نحن حزب سياسي هل لديك طموح والعمل السياسي؟, السياسي يعني هل طموح خدمة الجزائر نعم عن طريق الوزارة مم. نعم عن طريق النيابة نعم من خلال في بيتي نعم من خلال الكتابة من خلال النشاط أنا وصحيح كان اسمك أنا أخدم أنا أخدم بلدي من اي موقع كان وبالتالي هذه كلها اسئله في غير محلها يعني ماهيش مرتبطه آه بيا للاسف استاذه اسماء الوقت انتهى نشكرك طبعا على هذا اللقاء وعلى صراحتك هناك اسئله آه للاسف لم نتطرق لها آه شكرا لك اخرى ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك على تلبيه الدعوه اذا تحبي كلمه لكن في آه في ثواني معدوده لأن الوقت انتهى آه شكرا لكم إذا كنا إحنا في هذه الحلقة بصدد الحديث عن قانون العقوبات يعني أقولها وأكررها للمشاهد وفقا للتراكم المعرفي الحاصل لدينا ووفقا لدراساتنا هذا القانون تقدم آآ آآ واضح نحو الاسلام وعلى المراه الجزائريه والاسره الجزائريه ان تفتخر به لانه سجل سبقا على الغرب وسبقا على دول عربيه كثيره وعلينا ان نقوم باستيعابه جيدا لكي نحقق مقاصده. شكرا لك دكتوره اسماء على هذا اللقاء. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة في الأسبوع القادم لنا لقاء آخر دمتم في رعاية الله وفي حفظه